السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير، مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم. غادي ندير واحد الحرشة بسيطة في متناول الجميع. غادي ندير 2 كيسان ديال السميدة، راني خويت واحد الكاس، وغادي ندير نص كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت، تفاحة مقطعة على هاد الطريقة، خمارة حمراء، شوية ديال الملحة، 4 المعالق ديال الطحين، الفرص الرطب، والخليط غادي نخلطوه بالحليب. يلا بسم الله على بركة الله. المهم هادشي حرشة بسيطة في متناول الجميع. حنا كنديرو هادشي باش بإمكان أي واحد يديرها. هانتوما 2 كيسان، هانتوما قدامكم عمرت واحد الكاس وردت قبل كاس واحد آخر، وغادي ندير 4 المعالق ديال الفرص الرطب، 2 3 4، غادي ندير واحد الخمارة حمراء، انا تنهضر عادي ما تنزوق ما والو ما تنعرفش، قبلوا عليا وصافي. شويه الملحه، المهم واحد نص راس معلقه صغيره باش تكون المقادير مضبوطه. نص كاس سنيده، نص كاس زيت، غنخلطوا الخليط ديالنا بالحليب. نمزجوا هاد المقادير مع بعضياتهم ونرجعوا تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحطها في الصينيه ديال الفرن. هانتوما شوفوا القوام ديالها، غتكون مطلوقة، غتكون جاريه شويه باش كتجي رطبه وهشيشه. هانتوما شوفوا شي غادي ندير هاد المول، انتم ما استعملوا اي مول عندكم، كل واحد يستعمل داكشي اللي عنده. نحطو التفاح بهذه الطريقه حتى كنعمرو اللاطه ديالنا. ملي كنكونو كنحطو التفاح غنكونو سخنا الفرن، كل واحد الفران ديالو، المهم على درجه 200، الفرن الكهربائي فوق ولتحت، الفرن ديال الغاز، كل واحد كيفاش النوع ديال الفران ديالو وصافي. على كيفاش كطيب الكيكه، كيكه كي غنطيبو حتى هادي كتجي مزيانه. نتمنوا تجربوها وما تنساونيش باللايكات ديالكم وتشجعوني، فانا عاد مبتدئه. يلا نتلاقاو ان شاء الله منين غادي تكون منين طيب ان شاء الله وتشوفوها. يلا البنات، هيا الحرشه اللي وجدنا مع بعضياتنا، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.